البورصات العربية تهبط في تداولات الأسبوع في ظل غياب المحفزات، لكن أسواق الأردن ومصر والبحرين كانت مرتفعة بدعم من الأداء الجيد لبعض الأسهم القيادية. ورجحت إدارة البحوث الفنية لدى أصول المصرية للوساطة بأن يكون سبب التراجع يعود إلى تخفيض ستاندرد أمبروز تصنيفها للديون السيادية السعودية والإبقاء على نظرتها المستقبلية السلبية.